القتال هو الحل الوحيد الذي اعتمده من بقي من الأكراد في كوباني والقرى المحيطة في شمال سوريا للدفاع عن أرضهم، فمسلحو تنظيم الدولة الإسلامية شددوا حصارهم على الأكراد في الشمال السوري بالرغم من الغارات الدولية. العائلات الكردية تنتظر لحظة العودة إلى منازلها التي هجرتها منذ بدء زحف داعش. في عنا بيت وكل شيء، في عنا الأرض ونرجع بلدنا ونشوف العيشة، نعمل عارضة شو العيشة. النازحون الأكراد فقدوا الأمل بالعودة إلى ديارهم بعدما خسروا ممتلكاتهم وأشياءهم. بدي أخذهم على شيء مطرح، يعني أمن لهم بيت ونشتغل ونعيشهم، أكثر من هيك ما فينا نعمل شيء، يعني ما فينا نرجع لهنيك. مساحات واسعة على الحدود السورية التركية يكسوها غبار الرصاص جراء الاشتباكات المستمرة، فيما وصلت القذائف إلى الداخل التركي ما يفاقم أزمة اللاجئين الأكراد الذين يريدون عبور الحدود.